السلام عليكم، مرحبا بكم معي في قناة هلا بيوت أسماء. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم وصفة ديال الفطائر على الطريقة الهندية. كيشبهوا الشاورما ولكن ماشي شاورما، مذاق جد هائل مختلف تماما على استعمال الخبز العربي، يعني كيجيو بنان مورقين وفيهم واحد المذاق اللذيذ بزاف، وكذلك ساهلين، ما نحتاجو اننا ندلكو ولا نشنو العجينة بزاف، وفعلا فعلا رائعين. كنتمنى الوصفة ديال اليوم تنال اعجابكم وفرجة ممتعة. اذا نبداو على بركه الله. اولا بالمكونات ديال العجين باش يرتاح، فهنا في اناء وضعت 400 غرام ديال دقيق ابيض اللي هي 4 ديال الكيسان، ودرت معها الملحه وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال السكر ورشه ديال الخميره ديال الحلويات، ما كتروش يعني غير رشه خفيفه ديال الخميره ديال الحلوى. غادي نحتاج هنا الماء شويه دافي باش غادي نجمع العجين، وواحد جوج معالق كبار ديال الزيت النباتي. صافي، هنا غادي نجمع العجينه ديالي بالكميه ديال الماء مع الاضافه ديال داك الزيت. غادي نزيد الماء وكنخلط حتى نجمع عجينه بلا ما ندلكها بلا ما والو. غادي تشوفوا معايا كيفاش غادي نديروا لها. فانا غير كنجمعها، انا استعملت الماء دافي شويه غير باش كتطلق لي العجينه بسرعه، لان اليوم الجو بارد بزاف. ممكن تستعملوا الماء مباشره من الروبين. مباشره من بعد ما كنجمعها بحال القوام ديال العجينه ديال المسمن تماما، غادي نجمعها هكا في بلاستيك غذائي وغادي نسد عليها ونخليها ترتاح على جنب مده ديال نص ساعه تقريبا. صافي، خليت العجينه ديالي ترتاح وغادي نمشي باش نحضر او نتبل الدجاج اللي غادي نستعملوه في الحشو ديال هاد السندويشات هادو. فانا عندي صدر ديال الدجاج اللي مقطع شرائح كيف ما كتشوفوا، طبعا يكون مغسول بالملح والحامض ومصفي مزيان. بالنسبه للتوابل عندي شويه ديال الزعتر، عندي البودره ديال الثوم، بابريكا او تحميره، الخرقوم او الكركم، القزبوريه بس مطحون، عندي هنا التوابل ديال الشاورما الا بغيتو تستعملوهم، شويه ديال الحار، شويه ديال الفلفل الاسود والملحه على حسب الذوق. عندي ايضا نص كاس ديال الحليب وعندي عصير ديال نص حامضه. صافي، هادو هما المكونات. غادي ندوزو الان باش غادي نرقدو الدجاج ديالنا ونضيفو عليه المكونات باش غادي يترقد. فهنا غادي نعصر نص ديال الحامضه وغادي نزيد كذلك الحليب والتوابل. ما تستغربوش من الحليب، فهو مع غادي تلاحظوا يعني مع الحامض كيرجع بحال شكل ديال دانون او ديال شكل ديال ياغورت، فكيعطي واحد الطراوه وواحد المذاق زوين بلا ما نستعملوا لا ياغورت لا كريمه لا والو. هنا كنحرك كل شيء مزيان وغادي نخلي هاد الدجاج يترقد في الثلاجه حتى غادي نوجدوا العجين. نرجعوا الان للعجين من بعد ما ارتاح. فهنا غادي تلاحظوا يعني انه طلق. غادي نحيدوا الان من البلاستيك الغذائي وغادي نوضعوه فوق من سطح العمل. فهنا كيف ما كتشوفوا يعني بحال الا كيكون مدلوك بلا ما ندلكوه. غادي نحاول انني نشكلو بهذه الطريقه هذه، ومن بعد غادي نقسمو على خمسة ديال القطع. فهاد الكميه كتخرج لينا خمسة ديال الخبيزات، نرش واحد شويه ديال الدقيق باش يساعد لنا ما تلصقش لينا العجينه، ونقسمو العجينه ديالنا على خمسة كيف ما قلت. كنشكل القطع ديال العجين هكا على شكل كويرات، كنوضعهم على جنب في مكان اللي مرشوش بشويه ديال الدقيق، وغادي نغطي عليهم بلاستيك الغذائي مره اخرى. غادي نخليهم يرتاح واحد المده ديال 10 ديال الدقائق باش هكا كيطلقوا معايا بسهوله من بعد. صافي، هنا ملي كيرتاحوا كناخذ كل كره، كنبدا دائما باول كره شكلتها ونرش واحد شويه ديال الدقيق، دائما ما كثرش الدقيق اكثر من القياس، غير القدر الكافي اللي كيساعدني انني نطلق العجينه بلا ما تلصق ليا. نستعملوا دلاك ونحاولوا اننا نطلقوا هذه العجينه بشكل دائري بهذا الحجم اللي غادي تشوفوا او السمك اللي غادي تشوفوا.
من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان، هنا كناخد معلقه كبيره ديال الزبده وكندوبها وكنزيد عليها واحد نص كاس ديال الزيت، وغادي نستعملها هكا بالشيتا ديال الحلويات او ديال المطبخ. غادي ندهن واحد الدهنه خفيفه، نرش شويه ديال الدقيق ماشي بزاف، وصافي غادي نلوي العجينه ديالي بحال هذا الشكل، يعني بحال الفكره ديال الملوي المغربي ولكن بطريقه مختلفه. والعجينه ما كنستعملوش فيها الدقيق ديال الفينو. فكنلوي العجينه ديالي حتى كنحصل عليها بهذا الشكل، ونتاكد انني نسد الاطراف مزيان او نثبتهم، وكنشكل العجينه ديالي هكا على شكل ديال حلزون، وداك الطرف كنديرو من الاسفل، كنحصل على شكل حلزوني بحال هكا، كنرجعو من تحت من البلاستيكه وكذلك داك المنديل، ونكمل بنفس الطريقه حتى نسالي الكرات ديال العجين اللي عندي. دهنه خفيفه ديال الزبده مع الزيت، ورشه خفيفه كذلك ديال الدقيق، نلوي العجينه ونشكلها بشكل حلزوني، ونخليه من بعد العجينه ترتاح كذلك مده ديال نص ساعه حتى لساعه، شحال ما كان عندكم ديال الوقت خليوها ترتاح غادي يكون احسن. صافي هنا غادي نبدا كنطيب، فغادي نرش واحد شويه ديال الدقيق في هذه الاثناء دايره المقله ديالي كتسخن. غادي نستعمل المقله ديالي مسمن، ممكن تستعملوا اي مقله تكون عندكم اللي كتكون الحجم ديالها كبير، يعني مناسب باش ندير فيها او نطيب فيها هاد الفطائر هادو. باستعمال ديال الدقيق دائما كنطلق بدل هاك بواحد السمك ليكم بحال هذا الشكل، يعني سمك اللي رقيق شويه على المسمن ديالنا او الملوي ديالنا كيف ما كتشوفوا معايا. وكندهن المقله ديالي بديك الكميه اللي بقات ليا ديال الزيت مع الزبده، وكنبدا كنطيب بحال الطريقه ديال الطياب ديال الملوي تماما. كندهن شويه ديال ديك الخليط ديال الزبده، ومباشره كنقلبها على الجهه الاخرى قبل ما تطيب او قبل ما تحمر، وكنبقى كنقلب فيها مره مره حتى يعني كتنفخ مزيان وكتاخذ اللون ذهبي وكتحمر مزيان. كيف ما غادي تشوفوا يعني كتبدا كتنفخ، يعني كتجي مورقه من الداخل بلا ما كنستعملوا كميه ديال الدهون كثيره كيف ما كنديروا في الملوي. فكنبقى كنحرك فيها كيف ما قلت حتى كتاخذ اللون ذهبي، ونكمل بنفس الطريقه، يعني كنحيد اللي طابت على منديل ونكمل بنفس الطريقه تنطيب الفطائر كاملين. انا غادي نستغل المقله ديالي ديال المسمن من بعد ما سالي الطياب فيها ديال الفطائر، وغادي نطيب فيها الدجاج في نفس الوقت، يعني كتكون سخونه مزيان من كان وضع فيها الدجاج ما كيطلقش الماء وما يعني ما كنضطرش انني نخليه مده طويله فوق من النار حتى كيطلق الماء وكينشف وكيقصح. فهنا المقله ديالي يعني خليتها سخونه، زدت شويه ديال الزيت النباتيه، وغادي نطيب الدجاج ديالي بحال هكا كنحركو مره مره حتى كيطيب وكيتحمر، وصافي كنحيدو. فكيف ما قلت ممكن ديروا مقلاة اخرى، انا فضلت انني نستغل المقلاة سخونة هكا باش ما يطلقليش الماء. ولا طيبتوا في شي مقلاة اللي كتكون شوية صغيرة من الاحسن قسموا الكمية على جوج ديال المرات الا كانت عندكم كمية كبيرة كيف ما درت انا، باش ما يطلقش الدجاج الماء. المهم المقلاة خاصها تكون ساخنة بزاف والنار تكون جد عالية. صافي هنا من بعد ما سالينا غادي ندوز باش نعمر السندويشات ديالي. فهو ان الخبز ديالي وجد او دوك الفطائر كيف ما كتشوفوا يعني كيجيو رطبين وخفاف بزاف. وهنا غادي نحتاج شويه ديال الخس، البصله، طماطم، شرائح، الجبن كذلك، وصلصات على حسب الرغبه. انا غادي نستعمل صلصه المايونيز ولا صلصه جيغيان. صافي هادو هما الصلصات اللي غادي نستعمل، ديروا يعني داكشي اللي بغيتو. كناخد الفطيره وكندير فيها المايونيز وكنحاول انني ندهنه،
وغادي ندير من بعد الخس الطماطم البصله، يعني الاضافات كيبقاو على حسب الرغبه ديالكم، فانا غادي ندير غير داكشي اللي موجود عندي في الدار. صافي هنا غادي نزيد القطع ديال الدجاج اللي خليتهم في المقله باش ما يبردوش، ها كندير هكا كميه في الوسط، ومن الفوق غادي ندير الجبن او شريحه ديال الجبن اللي كنقسمها على جوج. اخيرا غادي ندير صلصه ديال الصلصه الجزائريه او صلصه الجيغيان او اي صلصه كيف ما قلت اللي كتفضلوا. ممكن ديروا الصلصه قبل عاد ديروا الفرماج وسدوا او جمعوا سندويشات ديالكم. ممكن دوزوهم في هذه المرحله في الاله ديال البانيني، انا ما غاديش نحتاج انني ندوزهم، يعني مباشره غادي نقدمهم. فهي العجينه يعني طايبه او الفطائر طايبين، ماشي بحال الخبز ديال الشاورما او ديال التاكوس اللي كيكون ابيض، فهادو طايبين ومحمرين، ممكن تقدموهم مباشره. ولا بغيتوهم شويه مقرمشين يمكن ليكم ديروا دوزوهم في الاله ديال البانيني. صافي بهكا نكون وصلنا لنهايه ديال الفيديو. الشكل ديالهم كيجي بحال هكا، جد لذات مميزين ومختلفين على الشاورما العاديه اللي كتكون بالخبز العربي. كنصحكم جربوهم ان شاء الله غادي يعجبوكم. اكيد قدموه للوليدات ديالكم والاحباب ديالكم مع الفريت ولا مع البطاطس مشويه في الفرن، فعلا رائعين. كنتمنى الوصفه ديال اليوم تكون نتي اعجابكم، ونتمنى انكم تجربوها اذا عجبتكم. ما تنساوش كما العاده ديروا جيم، اشتركوا بالقناه وايضا فعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم دائما الجديد ديالي من الوصفات. ما تبخلوش عليا بتعليق ديالكم وارائكم وايضا اقتراحاتكم اللي كتهمني دائما. شكرا بزاف على المتابعه، نتلاقى فيديو جديد ان شاء الله.